طول الحلقه. هرجع لك تاني على عبد الله السعيد، بس اسالك النهارده شفتي ايه من المباراه النهارده عجبك في مباراه الزمالك والشباب؟ شفت مبروك للزمالك على الفوز، اند اوف تكست. ايه الاداء ده؟ ايه الاخطاء الدفاعيه دي؟ يعني مع الاخذ في الاعتبار طبعا انه مباراه في بدايه الموسم، عندك يعني عندك نقص في كل الخطوط، ولكن علامه استفهام كبيره جدا على الاخطاء الدفاعيه لعيبه الزمالك. يعني خليني اقول لك من بدايه التشكيل كده، انا لو مكان جوميز هرجح ان حسام اشرف يبدا مكان سيف الجزيري، لان حسام نهى الموسم اللي فات مع بلديه المحله، حتى لو موقف الفريق في الدوري مش احسن حاجه، حسام اشرف من هدافين الدوري. عارفه لما سالنا في القصه دي انا برضو كلنا استغربنا النهارده ليه مش حسام اشرف على الاقل مكان سيف الجزيري في المباراه. بالزبط. يعني سيف الجزيري يخرج ينزل حسام اشرف، مش لازم يبدا اساسي، لان هو مش كامل الجاهزيه بدنيا والجو حر ونقص اكسجين، فكان هيبقى اموره صعبه جدا في المباراه. انا شفت ان سيف مش جاهز تماما، عكس حسام اشرف بقى اللي عايز يثبت نفسه. لعيب سنه صغير هايفايت عشان يلعب، نهى الموسم بشكل حلو جدا. انا بشوف حسام اشرف مهاجم متكامل، بيسدد بكل الطرق بيمينه وبشماله وبالهد ومن جوه البوكس ومن بره، فمهاجم متكامل مش ناقصه حاجه. كان مستني فرصه زي النهارده، او على الاقل زي ما انت قلت هينزل بديل. الشوط الاول الزمالك مستحوذ لحد الدقيقه 19، ففي قانون الكوره انت مستحوذ ما بتسددش غالبا هتستقبل. البيلد اب بتاع لعيبه الشورت الكيني بيبدا من بدري من تحت قوي، ما بيعملوش الفينش صح، وده كان من حظ الزمالك. صح، ده كانت من ضمن عندهم مشكله كبيره جدا في الفينش النهارده. واحد على خط الجول، ده مش ممكن، مش حظ الزمالك طبعًا. انت بادئ الماتش ببدايه طريقه لعب الزمالك كده، انت بتلعب من غير اطراف، الجناحين عندهم مشكله، مصطفى شلبي مش قوي. يعني انا اللي شفته بجد فعلا الزمالك فاز النهارده عشانه عبد الله السعيد. طبعا يعني خليني اقول لك عبد الله السعيد، احنا بنحب نشبه الحاجات القديمه كده ليه، كل ما بتقدم تحلو، عامل زي اغاني عمرو دياب القديمه كده، بيقدم بيبقى حلوة. يعني بيبقى احلى كل ما بيقدم، يلعب في الاسماعيلي، يلعب في بيراميدز، يلعب في الاهلي، يلعب في الزمالك. والله حلو التشبيه ده عالمي. والله عالمي، عامل زي اغاني عمرو دياب القديمه. والله عم اتفاجئ النهارده هو بجد عبد الله السعيد عامل زي الجبنه الرومي كده، عارف لو كره كانت قديمه كانت احلى. ايه يا جماعه، ده عالمي ما شاء الله، من تالتي لعيب اوروبي خطير. واللي مخلي عبد الله السعيد في الفورمه دي انه فعلا ما بيسمعش للجمهور. انا كنت سامعاك قبل ما نبقى معاك بتقول ان هو في الاسماعيلي كان بيتهاجم من جمهور الاهلي والزمالك، راح الاهلي كان بيتهاجم من جمهور الزمالك، راح بيراميدز بيتهاجم من جمهور الاهلي، هو ما بيسمعش. كل اللعيبه نفسيا بتتاثر، بس عبد الله السعيد. لما تبصي على انتقالات عبد الله السعيد يا جوهري كلها انتقالات خطيره طبعا، اسماعيلي كلها تعمل أهلي مشاكل، اهلي بيراميدز كلها خطيره، تخلي اي لاعب من الضغوط يتهد يعني ما يكملش. يستحق بصراحه الضجه اللي كان عاملها جمهور الزمالك على ان عبد الله السعيد يبقى مع الزمالك. صح، عبد الله السعيد الكوره اللي انت عرضتها قبل ما نبقى معاك، الكوره اللي هي كانت هجمه وهو بيغطي، هو الوحيد اللي قرا الفرقه دي صح. يعني الفرقه المدافعين بتاعها مقفلين جدا على مهاجمين الزمالك، صح، فبقى يشوط من بره. الكوره الخطر الوحيده في الشوط الاول اللي رفعها عبد الله السعيد كانت من بره. صح، الكرة الثانية اللي جه منها الجون برضو كانت من كرة ثابتة تابعها صح وسددها على طول على المرمى. وعبد الله السعيد الوحيد اللي قرا المدافعين صح. حتى كواليتي تحويل الكرة يا جوهري، خطيرة يا كريم، خطيرة تحويل الكرة للمرمى، كواليتي لاعب يعني.